إذا أردت أن أصرف 100 ريال. نعم. عند صاحب البقالة. إذا أردت أن أصرف 100 ريال عند صاحب البقالة. 200 أو 100؟ لا، 100 واحدة. تمدها ولا تقصرها؟ 100 ريال. 100 ريال. إيه نعم. صلى الله. إذا أردت أن أصرف 100 ريال عند صاحب البقالة ولم أجد عنده إلا 50 ريال. 50. إلا 50 ريال، وقال الباقي تأتي مرة أخرى وتجده. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. تروح وتصرفها عند غيره وتجي وتسدد له. أما أنه يأخذ بعض حقه وتأخذ بعض حقك وتأجل الباقي، هذا الصرف ما يجوز. ما يصرف جميع ولا يترك جميع. نعم.